اذا في عنا هنا هيلو ميدلت، عاده لما بتعملوا انتو هيلو ميدلت بعطيك اياه مع فورم اللي محيناه. تعال نعمل فيجوال ميدلت. هيلو كباس يمين نيو، في عندكم ميدلت، في عندكم فيجوال ميدلت كنتوا تشوفوها دائما مزبوط. دور على الفيجوال ميدلت، ما فيش روح على اذر. فيجوال ميدلت مثلث اخضر عليه قلم رصاص، اختاروا استاذ. معنا فيديو فيزوالي مورجيكو هون شباك اللي فيه بس موبايل ديفايس، يعني التخنة او الموبايل البليفون او التلفون الموجود عليه. في عنده ستارتد وفي عنده ريزيومد. شو هذولا؟ واحدة واحدة بنتعلمها. عندكم ثلاث شغلات فوقها، في عندكم فلو، في عندكم سكرين، وفي عندكم سورس. بالوقت الحاضر تعال نروح على السورس. السورس بتشوفوا انه صار بانيلكو ميدلت، لاحظين صار بانيلكو ميدلت. بدنا نتعرف عليه استاذ لسه واحد واحد. مشيتوا على السورس؟ اول شغله شايفين هذول اللي هيك محطوط عليهم زائد. تعال نميز بالالوان هسه، كل بميز اللون الابيض والرمادي الموجود على الشاشه. لون الرمادي وين اشي مكتوب لون رمادي؟ هذا المحاشيف هو اللي بناه بشكل اوتوماتي. شو يعني؟ نرجع على الفلو عشان نميز، بدنا ناخذ دقمه. نرجع على الفلو، على اليمين في عندكم هناك وحده من الشغلات اسمها باليت، شايفينها؟ في عنده ناس مفتوحه، في ناس مش مفتوحه، يجي فوقيها بتنفتح. شايفين الباليت؟ هذا الباليت اذا بتعص على النقطة اللي فيه هون بصير ثابت، بصير ثابت على الشاشة. صدر؟ شو موجود عندكم على اليمين هذا الباليت؟ الباليت استاذ فيه كل الرخيفين اللي تعلمناها، الرخيفين الجرافيم اللي تعلمناها واللي راح نتعلمها. من اهمها في عندكم مجموعات ديسبلاي بيلز، في عندكم كوماندز اليوم ذكرتها اوامر، في عندكم اليمنتس، في عندكم ايتمز. ملاحظين مجموعات مجموعات، تقدر تنزل لتحت تشوف كمان شو في عندكم مجموعات. مثلا ايتمز هن هذول تعون مين؟ تعون الفورم مزبوط. في عندكم فلو لقدام نشوفها، هاي داتا بايندينج بهمناش. احنا اليوم بدنا نتعسك باللي عملناه. الهدف تاعي اسا ابني الشاشه الاولى. كيف ببني؟ معي بدي فورم، بروح على الفورم بجره لهون. شايفين كيف مسكته جريت لهون؟ هي من هون اخترته جريته لهون. الكود بنروح على السورس تاع الميدلت، بنروح على السورس. اسا شفتوا هاي الاشياء اللي انا جريتها؟ شغله واحده بس، لا اللي هي الفورم. هذا اللي جريته بيكون هون بلون رمادي، كل اشي بلون رمادي هذا الميدلت هو زاده، وانا بقدرش اغيره من هون. شو يعني؟ طلعوا هون اول وحده، في عندكم جنريتد فيلدز. جنريتد فيلدز هي ايش؟ الصفات. في عندكم جنريتد فيلدز مزبوط. عص على الزائد اللي حديه، زاد لنا صفه واحده اللي هي ايش؟ فورم. وشو اسمه؟ تقدروا تغيروه. وقف بالمحل الرمادي ورا كلمه فورم وحاول اكتب وين بدك، باي محل رمادي حاول اكتب. قاعدة بتقول أي إشي أنت بتزيده عن طريق الفيجوال بتقدر تغيره عن طريق الفيجوال، أو إذا بتقدر بعطيك إمكانية تزيد أو تغير فيه بشكل يدني. إسا منشوف كيف. إذا ملاحظين كل هاي الشغلات، انزل لتحت شوي، في شغلات هيك رمادية حواليها مستطيل اللي مسكرة بزائد مزبوط، هذا بسموهن فولتس
استاذ بضايقه هيك انه كلهم مسكرات، بدي اشوف كل اشي، كيف بقدر افتحهم كلهم مره واحده بدل ما اروح على كل واحده واحط على الزائد كباس يمين. كباس يمين في عنكو تحت كود فولدز، من تحت في عنكو كود فولدز، اعمل اكسباند اول، كولابس اول بيسكر، اكسباند اول شو بيعمل؟ بيوسع الكل. خلينا بهاي الحالة انه موسع الكل بسدر. تعال نمرق اسا على الملف بعد ما زدنا فورم، نمرق على الميدلت. اول شغلة في عنا فورم، في عنا شتاب فاضي، واضح؟ ننزل في عنا دال اللي اسمها initialized، شو وظيفتها؟ اتحول لقدام، مش رح نستعملها. في عنا start midlet، انا عم بنزل لتحت اللي عم بنزل معي. في عنا اذا start midlet، resume midlet، بذكركو انه في حالات الميدلت في له ثلاث حالات اللي هي run او active و paused، مزبوط، و destroyed. في عنا اهم وحدة تنزلولي لعند الجيت فورم. جيت فورم هاي انتو كتبتوها من قبل، مزبوط، مش نفس اللي انا قلت لكم اياها تقريبا. اسا شو الحلو؟ كل اشي انت بتزيده على الميدلت بيعمل له جيت. شو الفائدة من جيت اللي عم بيعملها؟ الطريقة اللي بيعملها انه اذا عندك انت 10 فورم، هل اذا انت بتشغل الميدلت بيعملهن نيو للكل؟ لا، وانت بيعملهن نيو في حالة انك اذا طلبتهن. كيف بيعمل اذا طلبتهن؟ طلعوا جيت فورم، بتسأل هل الفورم بعده نال، يعني بعده مش معمول. اذا انتبهتوا الشتاب هنا فوق، ايه انا بطلع عليه، هل اللي عم بتطلع معي فاضي؟ مزبوط. بس اطلب انا الفورم، بس اطلب الفورم، شو بتعمل؟ تفحصه، اذا نال بتبنيه. شايفين كيف بنته؟ طيب الاشي الحلو هون، في عنا سطرين بيض، طلع الرمادي، المقطع هذا الرمادي، في عنا قبل وفي عنا بعد. هون بعطيك امكانية كمبرمج تتدخل انت في بكود من الك، يعني تقدر انت هون تغير انت ايش بالفورم. اخر شوي منزيد وبنعمل مع بعض. بننزل لتحت، في عندكم get display، شو هاي بترجع؟ طلعوا display نقطة get display، اذا شو بترجع لي؟ اذا get form، شفتوا في عنا امكانية قبل وبعد الفورم نقدر نزيد. في عنا get display بترجع لي كائن من نوع display اللي احنا دائما كنا نعمله اول ما نفوت، اول ما نعمل بالشتاب هنا نعمل get display اللي هو كائن اللي بيسيطر على الشاشة. exit midlet بيطلع من الميدلت، start application ببلش التخنات تعطي، paused اللي بتعرفوها، و destroyed application. عمليا الامر paused او الحالة علمنا انه هناك في ثلاث حالات، مش هي active paused و destroyed. هون كيف ما كيف انا بعرف انه هو في حالة هشهيا؟ انه في عنا هناك كائن، في عنا صفة من نوع، اذا بتطلعوا صفة من نوع بوليان، اول وحدة midlet paused، شايفينها؟ هاي الصفة محطوط فيها false اللي هي بتدلني انه هل هذا الميدلت هو في حالة active ولا paused ولا مش هي. كامرة بتيجي على started بتجر لوين؟ للفورم. هاي عمليا شو بقول؟ اول ما تشغل البرنامج اعرض لي اول شاشة مين؟ فورم. واضح استاذ؟ بعد ما شغلناه في عنا ميدلت ام 2 تايم ميدلت، بس اشغله بعرض لي شاشة اللي عنوانها ايش؟
form. لا ولا راح تشوفي ولا راح تحسي انك بالسي شارب بالمره.